يا سادة، احنا النهاردة تكلمنا عن مهارة من المهارات اللي لما بيفقدها الزوجين بيعيشوا حياة مليئة بما أسميه أنا بالوجع الصامت. لكن لما الناس بتتمهر في هذه المهارة، مهارة التفاهم العميق ده والتفاهم الوجداني، ممكن الشخص يخلي اللي معاه دوت حاسس إن هو بيلمس السماء بإيديه، مش لأنه بيضحك عليه، لا، لأنه حس ان هو يستطيع ان هو مش يأمنه على جسده، يستطيع ان هو يأمنه على قلبه. لان الانسان لما بيحس ان اللي جواه مفهوم من غير ما هو محتاج ان هو يتعرى، هو بيحس بان هو اختار اختيار صحيح، وبيحس ان شريك حياته نعمة من نعم الله. يا رب اجعل كل واحد فينا نعمة لأهل بيته، واجعل كل واحد فينا نعمة لزوجته، وتكون نعمة لزوجها، حتى نكون في رضاك، وحتى نسعد بمددك، وأن نكون يا ربنا من عبادك الصالحين الذين ذاقوا حلاوة نظرك إليهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اكتبنا على الدوام من الفالحين والصالحين الذين على الدوام يكونوا من المقبلين عليك في كل وقت وحين.